للمركز الثاني مع تقليص الفارق عن أربيل إلى نقطتين، هذا يعتبر نجاح كبير بالنسبة لأوديشو في بدايته. طبعا، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. سلامي وتحياتي إلى جميع الجماهير العراقية، جميع الأندية وخاصة القوة الجوية. طبعا سؤالك أستاذ سفيان يعني تتضح به عدة مسائل وعدة أشياء. الكابتن أيوب أديشو غني عن التعريف، صاحب إنجازات معروف، وهو المدرب الوحيد اللي أكثر الجماهير يعني تحبه وتريده وتهتف له، وخاصة نتذكر أنه في 1996 عندما أحرز البطولات الأربعة فبقى بالذاكرة، وكل جماهير القوة الجوية تمنت الكابتن أيوب أديشو. وهو لا خلاف على إمكانياته، طبعاً هو في كل تجربة يأخذها، لكن النقطة هي أنه تحدى هو أجب صعب التي جاء فيها، هو أجب ظرف صعب حقق فوز المتتاليين. نعم، هو أجب ظرف صعب، وبنفس الوقت يعني الأسلوب كان للدكتور صالح راضي كان 3-5-2، فالكابتن أيوب أديشو أسلوبه يختلف 3-4-3، ومع ذلك هو حافظ على الصورة حتى لا يغير كثيرا في الفريق فيجعله يستمر. بالضبط، وآخر فترة شفته في أربيل كان يلعب 4-4-2 4-3-3، ولكن لظروف الفريق وعلى عدم معرفته فبقى على نفس المنهاج اللي كان صالح راضي. تغييرات بسيطة، وهذا منطقي بس طبعا طبيعي جدا. وما يعني صراحة الكابتن أيوب أديشو كابتن قدير ويعرف شلون يتعامل، وأنا متأكد إن شاء الله وعلى يقين أنه يحتاج لفترة أنه يملي عليهم الأسلوب، يملي عليهم الوضع العام، يتعاملوا وياهم التعامل الصحيح. كلمة الكاملة، وخاصة القوة الجوية يمتلك لاعبين جيدين، بإمكان أي مدرب يملي عليهم أي أسلوب، ولكن يحتاج الوقت. طبعا هو يعرف أنه هذا تحدي، وهذا يعني إصرار على أنه يقدم فد مستوى عالي حتى يكون منافس لفريق أربيل وفريق الطلب، وهو قادر على ذلك إن شاء الله. بالنسبة لكربلاء يعني فريق لا يهزم بسهولة، يعني يهزم بصعوبة، فريق عنيد. يعني مثلا هذه المباراة خسرها بفارق هدف طبعاً، وسجل هدفين في الجوية. بالنسبة لكربلاء أيضا هناك تصريح مهم للمدرب نبيل زكي الآن في هذا اللقاء، وهو بأن اللاعبين يلعبون دون استلام مستحقات مالية، وهذا يعني لا يعتبر أمر صحي وغير مقبول في عصر الاحتراف الذي يعيشه. طبعاً هو أحمد الله وشكرا أنه أنا متابع كل الفريق من فريق الحدود والشرقاط وإلى أربيل وكله. فريق كربلاء بدايته أول لعبة في الدوري واللعبة المباراة الثانية كان ممتاز، ولكن بمرور الوقت بدأت النتائج تتغير. بعد مجيء الكابتن القدير نبيل زكي عرف شلون يتعامل مع اللاعبين، وعرف شلون يقدم معهم مستوى عالي ونتائج جيدة. طبعا بظل الظروف، وخاصة يعني الظروف اللي مرت بنادي كربلاء بعد استشهاد أمين السر وفاته إلى رحمة الله، وأنا أعزي من هذا المنبر إنا لله وإنا إليه راجعون، شوية تغيرت الأوضاع في النادي. كان لكن ما يزال هناك وقت كافي للفريق والأجل أن يتحسن ويتجاوز هذه. طبعا إن شاء الله أستاذ سفيان، اللاعب ما عنده غير عمله بس كرة القدم. المفروض من الإدارات، المفروض من الهيئات الإدارية توفر لهم الأشياء، توفر لهم المادة، توفر لهم النقل، المواصلات، التجهيزات، كل هاي الأمور مهمة جدا بالنسبة للاعب. أنا متأكد إن شاء الله، وفعلا هو يعني بصمات الكابتن نبيل زكي واضحة على فريق، وأتمنى لكل موفقية والنجاح. بالضبط. نتحدث الآن مشاهدينا عن الزوراء الذي أمطر شباك ضيفه التاجي بخماسية كاملة، بينما كان نصيب الضيوف هدفين في المباراة. أهداف النوارس أحرزها علي سعد ومحمد أحمد دابس وهشام محمد بثنائية ومؤيد خالد، أما أهداف التاجي حملت توقيع علي عبيد وستار جبار. كاميرا ملعب شرقية حضرت هناك في ملعب المواجهة والتقت بأطراف اللقاء، وجاء لنا زميلنا أحمد الزبيدي بالتالي. على العادة من أجل يعني لعب الهجوم نجحنا بشكل كبير بها، يعني اعتمد على الزيادة العددية والانتقال من الخلف. احنا كنا نعرف فريق يعني التاجر راح يلعب للخلف، فما لعبنا يعني مهاجم واحد بصراحة، ونجح اسلوبنا من الانتقال من الخلف في الزيادة العددية، وهذا كان يعني هو نجاح الفريق بهذا الاسلوب، كان متميز. يعني يمكن كان نقدر نسجل بعد اكثر من هدف، صارت علينا بعض الفرص نتيجة يعني استرخاء اللاعبين او شعورهم بنشوة الفوز المبكر، مرات تصير عندك بعض الحالات يعني عند اللاعبين. نعطيتهم تعليمات ووظائف يعني لو مطبقين منها فد
20% كان احنا فايزين طلعنا اليوم بالمباراه. ضيعنا فرص لكن الزوراء استغلوا فرصهم، هم وصلوا للهدف يعني بهذه الفرص اللي حصلوها وقولوهن، لكن احنا حوالي 6 فرص امام الهدف وضيعنا ضربه جزاء. يعني اللاعبين قله الخبره حقيقه، لكن انا اقول يعني للزوراء فريق كبير ونادي كبير لا يظل يحتال على مساله الكره احنا اولا هذه الكره ما من حقهم يلعبون بها. ثانيا شفت الهدف الخامس انت لاحظته، يعني كره ما استطاع حارس المرمى ان يلمسه، حتى الجول الثاني مال هشام الكره ساعدته لانه هو متدرب عليها، لانه اكثر من شهرين هم يتدربون على ذن الكرات، واليوم دخلوهن علينا انا مو ذنب شماعتي على مود الكره، احنا ضيعنا فرص، احنا سبب الخساره احنا، انا واللاعبين، احنا اللي ضيعنا الفرص واحنا اللي ما استغلينا الفرص، لكن هذه عتب يعني كبير على الاتحاد خاصه، يعني احنا الفرق الصغيره يجامل الفرق الكبيره على حساب الفرق الصغيره، وهاي يعني الصوره يعني فد نقطه يعني سوداء راح تظل على الاتحاد. طبعا الحمد لله شكرا، مشيت 3 نقاط. يعني 3 نقاط جت من تعب لاعبين من تعب مدرب. الحمد لله يعني قدرنا نعزز من موقعنا بالدوري. هسه عندنا مباراه ايضا مع كربلاء مؤجله ايضا تودينا مراكز مقدمه ان شاء الله، وهذا دعم يعني لنا كلاعبين ككادر تدريبي، يعني توصلنا للمباراه الاسيويه مع الهلال اليمني بكل جاهزيه بكل معنويه ان شاء الله. ونفعل بخير ان شاء الله، يعني المرحله الاخيره يعني نصحح اخطائنا اللي وقعنا بها، فان شاء الله يعني خير ان شاء الله. بعض اللاعبين ما نسمي اسماء صراحه، يعني طلعوا من طور المباراه، يعني مثل ما تقول جتهم عروض من غير انديه، يعني شاف مثل ما تقول يعني شافوا نفسهم على الفريق. الله سبحانه وتعالى موفقنا ووفق المقابل، الزوار استغلوا فرص احسن من نادي التاجي، ضيعنا كثير من الفرص، وشاهدتوا حضرتك كنتوا يعني مثل ما تقول اشوف عيان، والتوفيق توفيق توفيق من الله سبحانه وتعالى. كابتن سمير، الزوراء يحقق أول فوز عريض بمعنى الكلمة في هذا الموسم بعد في نهاية المرحلة الأولى من الدوري، 7 انتصارات فقط للزوراء، النتيجة توحي بأن هجوم الزوراء بخير. نعم. بحكم تسجيل 5 أهداف، لكن المشكلة تبقى دفاعية في الزوراء، باعتبار أن الزوراء يستقبل 1.1 في كل مباراة. نعم. هذه حصيلة تعتبر كبيرة بالنسبة لنادي كبير مثل الزوراء. استاذ سفيان، طبعا ما يختلف اثنين على ان نادي الزوراء نادي عريق، صاحب انجازات، صاحب يعني لاعبين، مدربين، انجب اللاعبين الكبار النجوم. حاليا مركزه في الدوري لا يليق باسم نادي الزوراء صراحة. وخسارته مع الفريق الشرطة في بطولة الاتحاد الآسيوي ولد عليه ضغط بالنسبة لأكثر اللاعبين، فمن مجيء كل مباراة المفروض لازم يفوز على الفريق، على أي فريق يلعب وياه العفو، حتى ينافس على المراكز الأولى أو المربع الذهبي. المفروض على الزوراء تكاتف تكون إدارة، كادر تدريبي، كادر طبي، إداري، اللاعبين، من أجل أن ينهضون باسم نادي الزوراء، وهذا يراد له جهد، يراد له عمل. خاصة هو مقبل على تمثيل آسيوي مهم جدا سنتحدث عنه لاحقا ان شاء الله. طبعا الزوراء يمتلك مدرب قدير وصاحب فضل على جميع اللاعبين، الكابتن يحيى حلوان غنى عن التعريف، المفروض من اللاعبين يتعاونون بعد اكثر. اما بالنسبه تقول دخول الاهداف على نادي الزوراء، اتصور هو الهجوم المفرط، يعني الهجوم اللي اكثر طريقه اللعب هجوميه اكثر من اجل حصول على النقاط الثلاثة، فهذا يأثر على الخط الدفاع، فتكون فراغات بين لاعبي الوسط وبين المدافعين. بس نتمنى لهم إن شاء الله، وأنا واثق جدا إنه نادي الزوراء يقدر يعيد نفسه بجماهيره، بأرضه، بالصحافة، بالإعلام. إن شاء الله كل التوفيق للأندية جميعا، مع بقاء مباراة وحيدة مؤجلة من عمر مرحلة الذهاب من الدوري. تقف الفرق المشاركة في المسابقة بالترتيب الآتي: أربيل في المركز الأول ب 45 نقطة، الجوية ثانيا ب 42 نقطة، الطلبة ثالثا ب 40 نقطة، دهوك رابعا ب 36 نقطة، الشرطة أصبح خامسا ب 33 نقطة، زاخو يتراجع المركز السادس ب 32 نقطة، النجف سابعا ب 31 نقطة، الصناعة ثامنا ب 28 نقطة، الزوراء تاسعا بمباراة مؤجلة ب 26 نقطة، الميناء عاشرا ب 24 نقطة، الكرخ في المركز الحادي عشر ب 23 نقطة، بغداد في المركز الثاني عشر ب 21
نقطة، كربلاء في المركز الثالث عشر ب 21 نقطة مع مباراة مؤجلة، النفط في المركز الرابع عشر ب 19 نقطة، الكهرباء في المركز الخامس عشر ب 18 نقطة، كركوك في المركز السادس عشر ب 18 نقطة، الشرقاط في المركز السابع عشر ب 17 نقطة، المصافي في المركز الثامن عشر ب 17 نقطة، التاجي في المركز التاسع عشر قبل الأخير ب التاجي في المركز التاسع عشر ب 13 نقطة، والحدود في المركز العشرين ب 7 نقاط. صراع الهدافين مستمر وترتيب أسمائهم كما يلي: حماد أحمد يبقى في المركز الأول من القوة الجوية ب 16 هدفا، أمجد راضي في المركز الثاني من أربيل ب 12 هدفا، لؤي صلاح في المركز الثالث من أربيل بتسعة أهداف، هشام محمد في المركز الرابع من الزوراء بتسعة أهداف، وصالح جابر من زاخو في المركز الخامس بسبعة أهداف. المرحلة الثانية من الدوري سوف تنطلق يوم السبت المقبل بالأسبوع الأول، والذي سيتضمن المباريات التالية: البداية ستكون الشرطة يستضيف الصناعة في ملعب الشرطة، التاجي يستضيف كربلاء في ملعب التاجي، المصافي يستضيف النفط في ملعب المصافي، الحدود سيستضيف الزوراء في ملعب الشرطة، بغداد يستضيف النجف، الكهرباء في مباراة مثيرة يستضيف الطلبة، الميناء يستضيف الكرخ، كركوك يستضيف القوة الجوية، الشرقاط يستضيف زاخو، وختام الأسبوع بقمة ودربي أربيل ودربي الشمال، دهوك يستضيف أربيل. آسيويا تنتظر ممثلينا في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، أربيل والزوراء مباراتان يوم غد أمام نظرائهما اليمنيين، وهذا هو جدول المباريات: الزوراء يستضيف التلال يوم الثلاثاء في ملعب دهوك، والعروبة سيخوض مباراته على أرضه باعتبار أنها أرضه في أربيل ويستضيف فيها أربيل.